بني موسى عليه السلام، الملكة التي كانت تنام على وثير الفراش وتلبس أفخم اللباس، ويخدمنها الجواري والحشم أنا تشاء، المرأة التي تركت كل ذلك من أجل موسى ودين موسى. بدأت قصة آسيا بنت مزاحم حينما استقر أمام قصرها التابوت الذي يحوي موسى الرضيع، فلما وجده الجواري وأحضروه لها لم يفتحوه، كان هي أول من فتحه وألقى نظرة على ما به، ويا للروعة ما رأت نور تلألأ في وجه طفل صغير، نور النبوءة منبعث منه ويغطي بنوره نور المكان، وما إن وقع بصرها عليه حتى أحبته حبا شديدا، وكان له حائط الصد من ظلم فرعون. فلما جاء وأراد قتل الطفل منعته آسيا الملكة وقالت له فلنتخذه ولدا ينفعنا. رفض فرعون في البداية، ولكن تحت إلحاح من السيدة العظيمة آسيا وافق أن تربي. فرحت كثيرا بتلك الهبة التي بعثت لها وسمته موسى، وأخذت تبحث له عن المراضع، ولكن الطفل لم يستجيب حتى أتت أخته التي كانت تتبع سير التابوت في اليم، وقالت أعرف مرضعة لن يرفضها موسى. وعلى الفور أمرت السيدة آسيا بإحضارها، فكانت يكابد أم موسى، وما إن حملته حتى لثماها الصغير وأخذ يرضع بطمأنينة دون بكاء. تشاركت الاثنتين في حب موسى، الأم التي أنجبت وأرضعت والأم التي حمت وربت. كان موسى السراج الذي أضاء في قصر فرعون، فلما علمت آسيا بأمر نبوته صدقته، ولكنها لم تعلن إيمانها خشية فرعون، حتى علمت بأمر ما حدث من موسى مع السحرة بعد أن ألقى عصا التي تحولت ثعبانا عظيما التهم كل ثعابين السحرة. تيقنت السيدة آسيا من دين موسى، وشعل نور الإيمان من قلبها، وأعلنته حينما قتل فرعون ماشطة ابنته وصغارها لإيمانها بإله غيره، حتى الرضيع لم يرحمه وأنطقه الله حتى يثبت أمه ويصبرها على الابتلاء العظيم. لم تصمت السيدة آسيا عن الحق، وهاجمت فرعون على ما فعل، فالماشطة كانت مؤمنة بالله، واعتبرتها آسيا أختها في الإيمان. قالت آسيا لفرعون يا ويلك ما أجرأك على الله. وذهل فرعون وقال لها هل جننت وأصابك الجنون كما أصاب الماشطة؟ فقالت لا، بل آمنت بالله رب العالمين. فحاول إثناءها عما تقول، ولكنها أصرت على قولها، فأحضر أمها حتى ترى ما بها، ولكن آسيا العظيمة ظلت على قولها ورفضت نصح أمها. فخرج فرعون على قومه وقال لهم ما رأيكم بسيدتكم آسيا بنت مزاحم؟ فأثنوا عليها وقالوا ليس في النساء خير منها. فقال لهم لقد كفرت بي واتبعت رب موسى. فانقلبوا عليها وقالوا إذا نقتلها. وبعدها أمر فرعون بربطها في صخرة في شمس البلاد الحارقة دون طعام أو ماء، فكان الله سبحانه وتعالى يرسل ملائكته ليظلوها من حرقة الشمس. وظل فرعون يعذب زوجته حتى ترتد عن دين الله، ولكن هيهات أن يرتد من يذوق حلاوة الإيمان. لقد طلبت السيدة آسيا من الله عز وجل أن يريها بيتها في الجنة حتى تسعد، وبالفعل أراها الله بيتها فابتسمت وأخذت تضحك. وكان فرعون حاضرا في تلك اللحظة، فقال لهم انظروا جنونها، إنها تضحك ونحن نعذبها. وبعدها أمرهم أن يلقوا عليها بصخرة عظيمة، فقبض الله روحها بسلام، ونزلت الصخرة على جسد لا روح فيه. وهكذا ضربت تلك العظيمة أروع الأمثلة في التضحية بكل غال ونفيس من أجل الله رب العالمين، فهي لم تفكر في ملك ولا ثراء ولا حتى نجاة من الهلاك، وقد كرمها الله سبحانه وتعالى على سائر نساء الأرض وجعلها من نساء العالمين، وهم السيدة خديجة بنت خويلد،
فاطمة بنت محمد، مريم بنت عمران، وآسيا بنت مزاحم.